مساء الخير مشاهدي نشرة أخبار روتانا سينما في كل مكان، وأهلا بيكم معانا. آخر أخبار نجوم الفن هيقولوها لك. في عندي فيلم فرنساوي محضر لحسن أمورك. أنا سعيدة بالورق جدا. شخصية جديدة عليا خالص. لا 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 خليه مفاجأة. الأحداث الفنية من مواقعها. بسم الله ما شاء الله، يعني الصورة أبلغ تعبير. أنا سعيد للغاية بالتجمر الجميل. بقول إنك أنت لا تقل أهمية عن أي مهرجان عالمي. هنشوفه هنسمعه مع بعض في التقرير التالي. نتمنى التوفيق إن شاء الله ونرحب بضيوفنا. كل قضايا الفن من مصادرها. هو مش صلح لأن مفيش خصام. اللي كده في الجورنال ده كتب غلط. السينما دي انسى. فيلم أحمد السقا الجديد هيتكلف 18 مليون جنيه. هنجيبها لك نعرضها لك زي ما هي في نشرة يومية لكن فنية. في موعدها في 8:30 مساء بتوقيت السعودية، والإعادة في 11:30 صباحا بتوقيت السعودية. معانا مفيش خبر هيخفى عليك.